مشاهدينا، ومن ناشئة الشارقة إلى مؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية رواد، حيث تسعى مؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية رواد ومنذ تأسيسها عام 2005 إلى دعم ومساندة المشاريع الصغيرة والمتوسطة بإمارة الشارقة من خلال تقديم الدعم المباشر وتهيئة المناخ الملائم لإنشاء وتطوير هذه المشاريع وتوفير فرص التمويل المناسبة. وفي هذا الإطار أطلقت مؤسسة رواد بالتعاون مع مجلس الشارقة للتعليم مبادرة نجوم الأعمال التي ستستمر حتى 9 من شهر يناير المقبل. عن هذه المبادرة نتابع معا هذا التقرير. بهدف تعزيز القدرات الاستثمارية والمهارات الابتكارية لطلبة المدارس والجامعات في قطاع ريادة الأعمال، نظمت مؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية رواد بالتعاون مع مجلس الشارقة للتعليم مبادرة نجوم الأعمال لإتاحة الفرص أمام الطلبة لعرض تجاربهم الاستثمارية وتمويلها، وذلك في واجهة المجاز المائية في الشارقة. نهدف من خلال هذه المبادرة إلى تأهيل الجيل التالي من رواد الأعمال وتشجيعهم على دخول عالم التجارة من خلال الاستثمار المالي البسيط في مشاريع تطرح من خلال أفكارهم عن طريق منح مالية قدمتها مؤسسة رواد للطلبة المشاركين. نطمح إن شاء الله خلال هذه الفترة أن يتمكن المشاركين من الحصول على المهارات والمبادئ في مهارات البيع والشراء وتحمل المخاطر في إدارة الأعمال، كذلك التسويق إلى منتجاتهم بشكل مباشر. تأتي المبادرة في إطار دعم وتعزيز وتشجيع الطلاب لدخول عالم الأعمال من خلال معرض يقام على مدار 14 يوماً، حيث تنوعت المشاريع والأفكار التي شارك فيها الطلبة كالأطعمة والألعاب والمشاريع الصديقة للبيئة بدعم من رواد. اسم المحل الأرض الخضراء، ففكرنا أن نبيع نباتات لأن إحنا نحب النباتات، ففي بيتنا يعني دائماً نشوف نبات نشتري النبات، ففكرنا ليش ما إحنا نبيع النباتات، فشفنا مجموعة يعني من النباتات المختلفة إنزين، فليش اخترنا النباتات إن إحنا نبغى نزيد من ثقافة النباتات في بيوت الإنسان. سعيدة بمشاركة بمبادرة نجوم الأعمال، مشروعنا اسمه سويت شوب وهو عبارة عن دكان لجذب الأطفال بالحلويات والبالونات، شاركت لأتعلم التجارة والتسويق. مشروعنا إنه مال فواكه وكل شيء فريش عشان نبدل الأولاد والبنات عشان ما ياكلون اكل صحي، ما ياكلون اكل مو بصحي عشان يوم هو صغار يتمون صحيين لان هم وكبار. مبادرة نجوم الأعمال دعم وتطوير للقدرات الشبابية المبدعة في مجال الاستثمار والتجارة والاستفادة من طاقاتهم الكامنة في تأسيس شركاتهم وتحقيق أحلامهم على أرض الواقع. مشاهدينا، عن مبادرة نجوم الأعمال وجديد نسختها الحالية وأهم المشاريع الشبابية، المشاركة معنا اليوم الأستاذة فاطمة العلي مدير إدارة دعم وتمويل المشاريع في رواد، وأيضا معنا ميثا ناصر اليافعي صاحبة مشروع ديليشز كيتشن، والصقر أيضا معنا صقر السويدي بمشروع فورتنايت هات. مساكم الله بالنور والسرور، حياكم الله معنا في برنامج عماسي. في البداية فاطمة، لو نتحدث عن نجوم الأعمال، هي مبادرة أخرى تضاف إلى سلسلة المبادرات التي تطلقها مؤسسة رواد، حدثينا عن هذه المبادرة، شو اللي تتضمنها هذه المبادرة بالضبط؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بداية قبل أن نتكلم عن المبادرة، حاب أتوجه بالشكر الجزيل لمؤسسة الشارقة للإعلام كونها الشريك الإعلامي لمؤسسة رواد في تغطية جميع فعالياتها ومبادراتها طوال السنوات الماضية. نعم.
بالنسبة لمبادرة نجوم الأعمال، مبادرة تم إطلاقها في عام 2014، تعتبر السنة هذه السنة الخامسة على التوالي. تهدف المبادرة لإعداد الجيل التالي من رواد الأعمال. ما شاء الله. تأتي هذه المبادرة من منطلق حرص المؤسسة على غرس ثقافة العمل الحر لدى الطلبة. نعم. وصقل مهاراتهم، ومن خلال تشجيعهم على الإبداع والابتكار بإذن الله في يوم من الأيام نشوفهم رواد أعمال ناجحين. مبادرة نجوم الأعمال نموذج مصغر للطلبة المشاركين. نعم. يعيش فيها الطالب تجربة مدتها بسيطة محدودة، وقتها الزمني محدود. نعم. رأس مالها محدود، الإمكانيات محدودة. يعيش الطالب فترة معينة معنا، مرحلة أسبوع، يكتسب فيها مهارات ويعيش تجربة حية معنا. ما شاء الله. ففعلا هذه المبادرة من المبادرات اللي لمسنا فيها روح مع الطلبة، وحماس وتشجيع من أولياء الأمور، وتكاتف الأسرة مع بعض لإنجاح هذه المبادرة. ما شاء الله، جميل جدا. لكن ليش تم اختيار، نقدر نقول، واجهة المجاز المائية لهذه، يعني لهذه الفعالية اللي قامت؟ كذلك من منبركم أتوجه بالشكل الجزير لهيئة الاستثمار والتطوير شروق، كونها داعم رئيسي معنا في المبادرة بتوفير المساحات الخاصة فيها. تعتبر سنة الثانية على التوالي تنفيذ المبادرة في واجهة المجاز المائية. جميل. لا يختلف اثنين على كونها واجهة هامة وواجهة مهمة في إمارة الشارقة، وعدد زوار في المنطقة عدد مناسب وجيد. لمسنا الزوار اللي موجودين في المنطقة بما يقارب عدد ما شاء الله في أول أيام افتتاح المبادرة، في أيام العطلات الرسمية عدد جدا كبير. وصلت مبيعات المشاريع المشاركة معنا ما يقارب من 2000 ل 4000 درهم في خلال 4 أيام فقط. ما شاء والمبادرة الله. إن شاء الله مستمرة معهم، وكل واحد ماخذ فرصته لمدة أسبوع. ما شاء الله، يعطيكم العافية. الله يعافيك. ميثا، أنت مشاركة في نجوم الأعمال، صحيح؟ نعم. حدثيني عن فكرتك، شو تقدمين في من خلال هذه المشاركة؟ نقدم أغلب الأشياء اللي نقدمها تقريبا حلويات، وعدنا ورق عنب. الفكرة جتنا في البداية، ما كنت أصلا متشجعة، بس يوم السنة اللي طافت زرت المكان وشفت، أعرف ناس هناك مشاركين، وشفت الإبداع اللي كان هناك، وشفت الأشياء اللي كانوا مسوينها، يعني دافع، يعني تشجيع أن أنا أشارك. وسألت وعرفت وشفت إعلانات وشاركت. ما شاء الله، الحمد لله. الحمد لله. وليش اخترتي هالمشروع بالضبط؟ لأن أنا مبدعة في هالشيء، يعني أنا أحب هالشيء أصلا. والمشروع مشترك بيني وبين بنت عمي، فاثنيناتنا نحب هالأشياء. ما شاء الله، يعطيكم العافية. شو اللي جايبتنا إدنا الحين حاليا في الاستديو؟ حدثيني عن هالأشياء الموجودة بالتفصيل. بالتفصيل، خذي راحتك، تفضلي. عندنا ميلك كيك وبسبوسة بالقشطة، وعندنا كيك بالشوكلت، وكوكيز وورق عنب. ما شاء الله، يعطيك العافية. كل هالأشياء من شغل إيدكم؟ هي الشغل في المنزل وتبون تبيعونه في نحن تخصيص يعني. ما شاء الله، يعطيك العافية ميثا. الله يعافيك. صقر، شو أخبارك؟ إن شاء الله بخير. صقر أصغر واحد مشارك ولا في أيضا أصغر؟ في عمر أصغر منه. ما شاء الله. صقر، شو كيف تشوف المشاركة؟ كيف شاركت في نجوم الأعمال؟ شو تبيع؟ أنا من قبل سنة أمي قالت لي عن المبادرة، حبيت أشارك وشاركت. وشو تبيع صقر، خبرني؟ أبيع بوب كورن وكوفي وألعاب. ما شاء الله. صقر، شو اسم المشروع؟ فورتنايت هات. فورتنايت هات. وكم رقم البوث؟ تعرف كم رقم البوث ولا ما تعرف؟ 20. طبعا سادة المشاهدين، هذا اعلان خاص بالنسبه لصقر، حياكم الله، بامكانكم تشترون. شو تبيع مره ثانيه؟ بوب كورن وكوفي والعاب. ما شاء الله، يعطيك العافيه صقر. زين فاطمه، لو نتحدث عن عدد المشاركين في هذه المبادره هاي السنه. السنه نقدر نقول سنه استثنائيه، حصلنا عدد كبير من المشاركين الراغمين في المشاركه في المبادره. فبناء عليها تم تنظيم المبادرة على فترتين. نعم. الفترة الأولى تضم 20 مشروع، وكذلك الفترة الثانية، وعدد المشاركين 120 طالب. ما شاء الله. مختلفين من طلبة مدارس وجامعات. كيف موضوع الفترتين هذه؟ كيف بالضبط راح تكون؟ الفترة الأولى بدأت من تاريخ 27/12 لغاية 2 يناير. تنتهي الفترة الأولى بعدد 7 أيام عمل للمجموعة الأولى، وبعدها في اليوم التالي تبدأ المجموعة الثانية من تاريخ 3/1 لغاية 9/1،
وبتشارك بنفس الفتره يعني تسعة يعني اتوقع هذه العطله الدراسيه طبعا يعني. نستثمر العطله الدراسيه وهذا هو شيء جميل الطالب يشارك مع المبادرة ويستثمر وقته في شيء ممكن يفيده ويضيف له ولمعرفته يعني ما شاء الله جميل انزين ميثا شو رايك في هاي المشاركة شو رايك في هذه المبادرة جدا رائعة المبادرة هاي شجعتنا نحن كطلاب وايد عطتنا دافع نكمل في المشوار ما نتم على اللي نحن فيه الأشياء اللي هم عطونا إياها الأشياء اللي سووا لنا إياها هي أساس اللي نحن بدينا فيه وبنكمل ان شاء الله انا ما عندي نيه يعني ما بتوقفين ان شاء الله بنكمله في هذا المشوار ان شاء الله ان شاء الله باذن الله صقر شو رايك في المبادره مبادره حلوه وان شاء الله بتشارك كل سنه وبتستمر ان شاء الله تبيع كوفي وتبيع القهوه وتبيع الفراخ البوب كورن وبتبيع الالعاب ان شاء الله شو معنات الاسم اللي انت حاطه لنا في المشروع فورتنايت هي لعبة مشهورة فاختارينها عشان نجذب الناس عشان تجذب الناس ما شاء الله جميل سمينا فورتنايت هات عشان الهات يعني كوخ والكوخ يشبه الكشك صحيح سميناه علي صحيح والناس مستانسين على الأشياء اللي أنت تبيعها؟ إيه وأنت تكون موجود وتسوي لهم الأشياء وتبيعها لهم أيضا؟ إيه ما شاء الله يعطيك العافية إن شاء الله بتشارك سنويا في هالشيء؟ بتشارك إن شاء الله السنة الجاية بعد؟ إن شاء الله فاطمة لو نتحدث عن أبرز المشاريع الموجودة اللي عندكم في هذه المبادرة حقيقة جميع المشاريع اللي شاركت معنا خلال هذا العام نقدر نقول مشاريع جيدة وممتازة معنا التزمت بجميع الشروط والمعايير جميعهم كان عندهم الشغف أن يشاركون معنا مثل ما تفضلوا الإخوان اللي موجودين معنا الطلاب بدأ الشغف معهم وحبهم يعني في مجموعات هي اللي بادرت تتواصل معنا عشان تشارك خلال هذا العام قبل أن نطلق المبادرة ونعلنها فالشغف هذا اللي لمسناه في روح الطلبة هو اللي يشجع المؤسسة أن تعطي فرصة ومجال لعدد أكبر من المشاريع فتنوعت المشاريع ما بين مشاريع أغذية ومشاريع ألعاب ومشاريع نباتات بيع أسماك فجميعها حقيقة كانوا مميزين والمشاريع ضافت يعني عندنا أحد المشاريع يبيع نباتات ضاف لها لمسة معينة في مشاريع متنوعة نقدر في مشاريع متنوعة لكن روح المنافسة لأن نحن اليوم نخلق عند الطالب اليوم أنت موجود وغيرك موجود كيف أنت تتميز وتقدر تكون أفضل عن غيرك الأخ صقر معانا من الطلاب المجتهدين ومسوق ما شاء الله عليه ومستقبل باهر بإذن الله يقول لك شكرا أيضا الله يسلمك لمسنا فيه يعني تشوفه موجود وبحركته في مكانه يجذب الناس له فما شاء الله مبيعاته كانت جدا جيدة ومسوق جيد إن شاء الله نتوقع بالمستقبل ما شاء الله مشاريع كثيرة تنوعت معنا حقيقة نقدر نقول سنة استثنائية بمشاريع استثنائية ما شاء الله جميل ميثا شو اللي قدمته مؤسسة رواد لدعم مشاريعكم؟ الدعم كان سوري بشكل كامل من بدايته كان الجلسة التعريفية والتدريب دربونا كيف نحن نتعامل كيف يعني ارشدونا بشكل اوضح وشيء ثاني دعم مادي كان بشكل كبير جدا وفروا لنا الاماكن وكان ما شاء الله يعني يوميا في مشرفات في ارشادات يوميا من بدايه المعرض لنهايته لين ما نحن نخلص وهم ما شاء الله ويانا البنات ويساعدونا في كل شيء ما شاء الله الحمد لله الحمد لله جميل هذا الاهتمام فعلا هو شيء يعني كانوا يبونه من زمان بان يشوفون مؤسسه تحتضنهم وتقدم لهم الكثير يعني اليوم دور المؤسسة لا يقتصر فقط على توفير منح مالية أو توفير مكان ومبادرة ولها صخبها الإعلامي فقط لا دور المؤسسة يمتد لأبعد من ذلك اليوم مؤسسة رواد تهتم فعلا بإعداد جيل تالي اليوم مؤسسة رواد تحاكي الطلاب تعيش معهم تجربة وتواجدنا وحرصنا على تواجدنا المستمر بإرشاداتنا بتوجيهاتنا للطلبة جدا ساعد الطلبة في تطوير أفكارهم وتغييرها معظم المشاركين بدأت تفكر بطريقة جدا مختلفة صحيح. لاحظنا اليوم التالي على التو الثاني الطلبة بدأت تفكر في طريقة تسويق مختلفة في مجموعة أخرى ضافت منتجات إضافية بناء على شافت السوق شو محتاج الزوار شو محتاجين فبدأت تضيف في مشاريعها وجودنا نحن داعم رئيسي لهم واحتضان انهم طوال فتره المبادره جدا مهم ما شاء الله جميل صقر كيف تخلي الناس يشترون منك
شو تقولهم؟ حياكم الله، تعالوا زورونا. ما شاء الله، حلو. زين، قبل ما تبتدي تبيع، يوم انت اول ما شاركت في يعني اول ما شاركت في هذه المبادره، شو قالوا لكم؟ شو علموكم؟ ما تتذكر؟ لا، ما فهمت. ما فهمت. زين، اول ما شاركت في المبادره شو قالوا لكم؟ شو علموكم في المؤسسه، مؤسسه رواد؟ قالوا لكم كيف تتعاملون مع الناس وكيف تبيع وشو تقولهم؟ جميل، وهذا هو الشيء المطلوب في النهاية. إنزين، لو نتحدث عن التعاون اللي صار مع مجلس الشارقة للتعليم، يعني يمكن هو تعاون مثمر نقدر نقول. شو اللي قدم المجلس لهذه المؤسسة؟ اسمح لي كذلك من منبركم أشكر مجلس الشارقة للتعليم على تعاونهم الدائم والمستمر معنا. تعتبر هذه السنة الثانية على التوالي نتعاون مع مجلس الشارقة للتعليم. في بداية المبادرة كانت المؤسسة تتوجه للمؤسسات التعليمية مباشرة لاستقطاب الطلبة، ووجودنا نحن في إمارة الشارقة ووجود مجلس الشارقة للتعليم وعلى رأس المؤسسات التعليمية، فكان توجهنا لمجلس الشارقة للتعليم خيار جدا كان صائب، فصارت العملية جدا منظمة. صار تعاون بيننا وبين المجلس من خلال الاجتماعات البدائية قبل إطلاق المبادرة والإعلان عن المبادرة، التعرف على الشروط والمعايير، ومن خلال المجلس يتم استقطاب الطلبة المميزين، والتعاون مع المؤسسات التعليمية يتم ترشيح الطلبة. ما شاء الله، جميل. أيضا نتحدث عن المعايير اللي تم اتخاذها في البداية لاختيار المشاريع، كيف كانت المعايير؟ لابد من وجود طبعا معايير. معاييرنا كل سنة تكون ثابتة. احنا اليوم كمؤسسة في إطلاق لهذه المبادرة تبحث عن الشغف لدى الطالب، نترك المجال للطالب انه هو يبادر يشارك معنا، لان متى ما كان الطالب مجبر على المشاركة صار عدم اهتمام، عدم استفادة من المشاركة. اليوم ننظر الشغف اللي موجود بالطالب، الفكرة اللي يطرحها الطالب لدى تقديم المبادرة، تحاولنا مع الطالب، تواجدنا مع الطالب في فترة الإعداد المبادرة. نعم. وجودنا كفريق عمل، تكوين فرق عمل لتوعية الطلاب وتعريفهم بالمهارات اللازم توفرها في رائد الأعمال. فالأمور هذه كلها نقدر نقول كانت معايير أساسية في اختيار الطلبة المشاركين في هذه الفعالية. جميل. ميثا، إن شاء الله من بعد هذه المبادرة، من بعدها كيف بتقدرين تسوقين لمشروعك؟ ان شاء الله. انا من الناس، من الاقبال اللي يعني من الناس، الكل طلب الانستغرام وانا ما كنت فاتحه لا حساب ولا شيء، فاضطريت اني افتح حساب من كثر ما الناس يعني حابين الشيء وحابين المشروع هذا. فان شاء الله ببدا اكمل بعد المبادره هاي، ببدا اكمل وان شاء الله. ان شاء الله، وان شاء الله نشوف محل كبير ان شاء الله باسمك ميثا. ليش لا؟ دام الشيخ سلطان فاتح لنا مجال وفاتح لنا سيارات بيوفر لنا ما شاء الله كل شيء، ليش لا؟ ان شاء الله، ليش لا؟ طبعا. ان شاء الله فاطمه، لو نتحدث عن بعد المبادره، شو راح تقدمون؟ كيف راح يتم الاعتناء بمثل هؤلاء الاطفال الصغار؟ تفضلي. مثل ما تفضلت، دور المؤسسة ما يقتصر فقط على فترة المبادرة، يمتد ما بعد المبادرة. نظرا لاختلاف فئات العمرية، وجود طلبة مدارس وجود طلبة جامعات، نحن لاحظنا في طلبة الجامعات تغير توجههم. صحيح. فأصبح الطالب في الجامعة اكتسب مهارة معينة فأثرت في مساق التعليمي، ففكر يتجه لاتجاه آخر بدلا من البحث عن وظيفة، وبدأ يدخل مجالات أخرى تمكنه أن يأسس مشروع خاص فيه. ما شاء الله. أما بالنسبة للطالب في مدرسة في المراحل الدراسية يختلف الفكر عنده. إحنا اليوم نتكلم عن المدى البعيد وعن المدى القريب. على المدى القريب مثل ما شرحت في السابق، طلبة الجامعات بإذن الله المؤسسة رواد بعد تخرجهم موجودة لتعليمهم وتمويلهم وتقديم كافة أوجه الدعم لهم والإرشاد والاستشارات اللازمة. أما في مرحلة الطلاب في المدارس، المؤسسة تكون معهم وتراقب سلوكهم، وفي حال بالتزامهم وتعاونهم شاركهم في فعاليات أخرى. ومن بعد وإحنا على تواصل دائم مع الأسر، ولاحظنا
تأثر الأسرة بالمبادرة، يعني صار اليوم احنا كلهم متواجدين وحاضرين فعلاً كذلك احنا في السابق يعني هذا الشيء الجميل فعلا صارت فاطمة. المبادرة اليوم مش فقط للطالب، صار الأب موجود، الأم موجود بدورهم التوجيهي، بدورهم الدعم للطلاب، فالأبو صاير حاضر موجود، الأم موجودة بدورها بدعمها وإرشادها، العائلة كلها تفكر اليوم أنا بضاعتي خلصت، باكر شو لازم أسوي، شو لي لازم أضيفه، فصارت الأسرة كلها معانا تشتغل في المبادرة ما شاء الله. فطلع دورنا من طالب فقط لأسرة كاملة تشتغل مع معانا في المبادرة. جميل جدا أستاذ فاطمة، كل الشكر والتقدير لك. ميثا وصقر يعطيكم العافية، إن شاء الله نشوفكم في المستقبل من أفضل إلى أفضل إن شاء الله بإذن الله. مشاهدينا وصلنا إلى النهاية، صقر نقول لهم إلى اللقاء، نقول لهم مع السلامة. مع السلامة. مع السلامة، إلى اللقاء أعزائي المشاهدين. بإمكانك متابعتها في أوقات الإعادة أو على الموقع التالي.